ما لا تعرفه عن الجحيم المصري. الوحدة 3 ساعات المسؤولة عن ضرب سد النهضة الإثيوبي. بعد فشل مفاوضات الفرصة الأخيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا في كينشاسا، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجدداً من مغبة المساس بحصة مصر من مياه النيل، قائلاً إنه لا يجب الوصول لمرحلة أن تتمس نقطة مياه من مصر، مشيراً إلى انفتاح مصر على كل الخيارات بما فيها الخيار العسكري. واللي عايز يجرب يجرب. وفيما يلي عزيزي المشاهد، نستعرض لحضراتكم القدرات العسكرية لأقوى الوحدات الخاصة في الجيش المصري، والتي ظهرت في مناورات السودان بقاعدة ماروة، والتي تبعد عدة كيلومترات عن سد النهضة. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في قناتنا فكرة، وتفعيل زر التنبيهات ليصلك جديدنا. القوات الخاصة المصرية 3 ساعات. الوحدة 3 ساعات قتال هي وحدة عسكرية في القوات المسلحة المصرية، وهي من أقوى الوحدات الخاصة المشتقة من الصاعقة، وتختص بالمهام القتالية شديدة الحساسية خلف خطوط العدو وقت السلم والحرب، وهي أكبر حجماً وأكثر توسعاً من الوحدة 3 سبعات المختصة بمهام مقاومة الإرهاب الدولي. الوحدة 3 تسعات تختص بالمهام القتالية شديدة الخطورة، وهناك مهام خاصة لها تندرج تحت بند السرية، وتعتبر من أقوى وأعتى الوحدات الخاصة في الجيش المصري، وغير معروف عدد أفرادها أو أطقمها القتالية، ويقابلها في إسرائيل وحدة سايرت ميتكال الخاصة، وفي الولايات المتحدة فريق ألفا ألفا تيم. ومقاتل الوحدة يتسلحون بالبندقية الهجومية الأمريكية 1A4M والسويسرية SIG كوماندو. كيف يتدرب أفراد الوحدة 3 ساعات؟ يتم تدريب أفرادها على استخدام المتفجرات بكافة أنواعها في البر وفي البحر، وتلغيم الأهداف البحرية بأكثر من طريقة. فرقة السيل، وهي ليست فرقة عسكرية قتالية بل فرقة تدريبية واسمها الحقيقي دورة القوات الخاصة الاستكشافية، وتعقد بمدرسة الصاعقة بأنشاص لمدة 34 أسبوعاً متواصلين، وتنقسم لعدة أجزاء، الأول منها مدته 4 أسابيع، وهو تدريب الأفراد على التأقلم على معيشة فرد العمليات الخاصة، وتتطلب جهداً كبيراً كما تؤهل المقاتل لتحمل الصعاب في ميدان الحرب. أما الشق الثاني من تدريب فرقة السيل فمدته 2 أسبوع، وهو تعليم الأفراد السباحة العسكرية والإنقاذ البحري تحت الماء والطوارئ البحرية والإسعافات الأولية. ثم يأتي الجزء الثالث ومدته 7 أسابيع، وهو عبارة عن اختراق الضاحية لمسافات تزيد عن 30 كيلومتراً في النهار وفي منتصف الليل في أوقات قصيرة. أما الجزء الرابع فمدته 2 أسبوع، يتدرب فيه الأفراد على الغوص الدفاعي والهجومي بواسطة أسطوانة الأكسجين ذات الدائرة المغلقة، ويقوم معلم الفرقة بمهاجمة المتدرب تحت الماء هجوماً يدوياً لأخذ معداته وسرقتها، بعدها يتعلم كيف يدافع عن نفسه ويأخذها منهم مرة أخرى. ثم التدريب على انتشال وإنقاذ الأفراد في حالة فشل أو إتمام مهمة تحت الماء بعد التأكد من إصابتهم. أما الشق الأهم في تدريب فرقة السيل فيكون خلال أسبوع الرماية باستخدام كافة أنواع الأسلحة، ويتم التدريب في النهار وأثناء الليل. ثم يأتي الجزء المتعلق بالقفز بالمظلات، يقفز فيه المتدرب قفزاً حراً وتكتيكياً في النهار وفي منتصف الليل على الأرض وداخل الماء لمسافة تبعد عن الشاطئ 5 كيلومترات يسبحها المتدرب أثناء عودته للشاطئ. والجزء السادس من تدريب الفرقة مدته 2 أسبوع، وفيه يتبع المعلمون طرق تدريب قاسية جداً للمتدربين، وفيها يتضح الأفراد الذين يرغبون فعلاً في أن يكونوا فدائيين أو العكس. بعد ذلك يأتي أسبوع التدريب على اختراق الموانع والحواجز، ثم التدريب على مهاجمة الأهداف الساحلية والأهداف البحرية المكشوفة والمغلقة داخل وخارج ميناء العدو.
وذلك بواسطة أسطوانة الأكسجين ذات الدائرة المفتوحة وذات الدائرة المغلقة، ويتم تدريب أفراد الوحدة 3 ساعات على النوم والمعيشة داخل برك مائية بنسبة ملوحة عالية جدا لفترات تصل إلى 24 ساعة نهارا وليلا في وضع الاستعداد ووضع الهجوم. وتتم بعض من هذه التدريبات في بحيرة قارون وجزء خلف السد العالي. وتساعد الفرقة 3 ساعات في بعض الأحيان الفرقة 3 سبعات المتخصصة في مكافحة الإرهاب في عملها، وأنها تعتمد على رجال ذوي قدرات خاصة تجاوزوا مرحلة تدريبات الصاعقة العادية التي تشمل التدريب على أكل أي حيوان بري مثل الأرانب أو الثعابين أو الضفادع أو الفئران، وكيفية قتلهم بدون أدوات، وسلخهم وطهيهم، وكيفية استخلاص المياه من بعض النباتات الصحراوية كالتين الشوكي أو الصبار أو خلافه. وهذه الفرقة تحمل مسؤولية تنفيذ المهام شبه المستحيلة، كما شاركت في عمليات في ليبيا ضد تنظيم داعش بعد مقتل 21 مصريا عام 2015. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.